لما سمعت أو قرأت خبر وفاتها للملكة علياء رحمها الله، كيف تلقيت الخبر؟ واحد من أصعب الأيام اللي أنا قضيته لما سمعت الخبر، لما رحمة الملك حسين أعلنها بالتلفزيون الساعة 8 بالليل. يعني وفاة الملك حسين وفاة الملكة علياء، هدول بالنسبة لي كتير أثروا في حياتي، كتير، لأنه أنا ضيعت اللي حضني ضيعته، ما ظل إلي يحضني إلا الوالد.